يا الله، السلام عليكم شباب. شباب عندنا اليوم مذبوح مال محمية مالت الله، بيضهن وياهن. استونس سحبتهن من المحمية. المحمية مال صديقي ابن عمي. هاي الطيور قدامكم، صحة ونظافة خير من الله، والطيور كلها مبيضة. هاي حلالهن اللي هسه بيها بيض. سعر الزوج 20,000 شباب، وطيور محمية شباب، مو استيراد جديد. وشوفوا الضخامة مالتهن وريشن، وهاي مبينات طيور نظيفة، يعني بس تشد حلال وتخليهن. مكان بغداد الحسينية مال راشدية، الرقم مالتي راح اخليكم اياه بالوصف، اللي يحب يشتريهن يتواصل وياي. وطيور امانة الله كلش حلوة، 3 نثاية 3 فحلة مساوية. الرقم مالتي نفسه بواتساب شباب، ما عنده رصيد يتصل بي على الواتساب.